بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا خاتم المرسلين. مع كل قفل يقفل مايك الصوت، لأن اللي بيقفل فاتح الصوت دقيقتين ثلاثة بنضطر إن إحنا نخرجه بره الغرفة عشان ما يعملش بصرة. أرجو كل اللي يخش يقفل الصوت. الحاجة الثانية، احنا هنبتدي الندوه مع الاستاذنا الفاضل الدكتور زكريا، وفي اخر الندوه بيتم نشر رابط بيانات اللي بتتكتب عشان تدخل تكتبها وتكتب بياناتك عشان الشهاده، وبيتنشر معاها كمان رابط جروب الشهادات على الواتس، يعني بيتنشر رابطين. ارجو الكلام ده يبقى واضح للجميع عشان ما حدش يقول انا دخلت وانا نسيت ساعتها هنقول يا جماعة الرابط اهو اتنشر، يعني عشان الناس تدخل عليه، عشان في ناس بيقولوا لا اصل احنا كنا مركزين مع المحاضرة، اصل احنا ايه، وفي ناس طبعا بتبقى قاعدة مش واخدة بالها وكده يعني. طبعا هو في ناس لسه بتخش دلوقتي اهو، انا بدخلها برضو، بس كده احنا لازم نبتدي ان شاء الله، لان العدد حتى كده قرب يكمل، وصلنا 90 كده. يعني ساعة ما هينشر رابط الشهادة هنقول يا جماعة الرابط موجود بتاع الشهادة، بتدخل بتكتب بياناتك عليه، وبعد كده بتنقل الرابط أو بتدوس على الرابط بتاع الجروب الواتس عشان الشهادات اللي هتنزل عليها بعد يومين. ما حدش يتقال بقى النهاردة هي الشهادات إمتى والشهادات، أي حد ما يكتبش أي حاجة على الجروبات بتاعت الندوات، يعني ممنوع اي حد يكتب اي حاجه شهاده امتى ولا مش امتى ولا حاجه على جروب الشهادات، عشان ما نحملش على تليفونات الساده الاعضاء. يعني في جروب لوحده بيكتب عشان اي حد على جروب بتاع الشهادات، والشهادات ان شاء الله هتنزل بعد يومين بعد ثلاثه، لان بكره الخميس والجمعه والسبت والكلام ده بيبقى اجازه، فيعني ما تسالوش قبل ايه 3 4 ايام ان شاء الله. شكرا لكم جميعا. اخر ثلاثه بدخلهم هم. بسم الله الرحمن الرحيم. ندوتنا اليوم مع الحلقه 19 لشركه نيو فيوتشر جرين، رئيس مجلس الاداره المهندس طارق لطفي كامل. الندوه اليوم بعنوان الزراعه الذكيه بيئيا وممارسات مؤسسة أصدقاء الأرض من أجل زراعة مستدامة. ندوتنا اليوم مع أستاذنا الدكتور زكريا فؤاد فوزي، الأستاذ بشعبة البحوث الزراعية والبيولوجية المركز القومي للبحوث. أستاذ دكتور زكريا فؤاد عضو التحالف العالمي للزراعة الذكية مناخيا بمنظمة الأغذية والزراعة الفاو بإيطاليا، وهو أيضا المستشار بوزارة التجارة والصناعة. أهلا وسهلا أستاذنا العزيز دكتور فؤاد، دكتور زكريا فؤاد فوزي، أهلا وسهلا بحضرتك، تفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله لحضراتكم جميعا. الحقيقة بشكر شركة فوتشر جرين وجميع السادة قائمين عليها، وبشكر المهندس سعيد اللبان لتنسيقه لهذه الندوة اللي هي بعنوان الزراعة الذكية بيئيا وممارسات مؤسسة أصدقاء الأرض من أجل زراعة مستدامة. الحقيقة طبعا أنا بتشرف أن أكون أستاذ دكتور في المركز القومي للبحوث في 14 شعبة، منها شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية. النهاردة كده هنتكلم مع بعض، بنفتح مواضيع حوالين الزراعة الحديثة أو الزراعة المستدامة وكيفية الوصول إليها. يعني حقيقة نقاط كتيرة من اللي هتناولها محتاجة محاضرات متعددة، لكن احنا بنعمل أوفرفيو حوالين المستدامة. فطبعا في رؤية مصر عندنا اللي هي 2030، الرؤية دي شاملة كافة مناحي الحياة البيئية والزراعية والصناعية ومنها الزراعية. فطبعا لما بنتكلم على زراعه مستدامه او التنميه المستدامه، فهي باختصار ان انا بضمن استدامه الانظمه الطبيعيه والبيئيه عشان البي احتياجات الحاضر دون المساس باحتياجات اجيال المستقبل. يبقى عندي نمو اقتصادي مستدام حوالين كل القضايا البيئيه والزراعيه.
ده باختصار اللي هو التنمية المستدامة. وطبعا في تعريفات كتيرة جدا، لكن كلها بتدور حوالين هذا المحور، ان انا ازاي انمي وبدون كمان ما يبقى فيه اجحاف للاجيال الحاليه. لا، لابد ان يكون في توازن ما بين متطلبات هذه الاجيال وما بين ايضا متطلبات الاجيال القادمه، بين كل المنظومه البيئيه الزراعيه. انا مع حضراتكم بس بحس ان اعمل سلايد. احنا بنتكلم عن الزراعه، والزراعه طبعا في ممارسات زراعيه كتيره جدا بتهدف في الاخر ان انا احصل على محاصيل زراعيه امنه ومستدامه وكافيه، اللي بنسميها الاتاحه الزراعيه، ان ازاي احصل على محاصيل زراعيه كافيه وبرضه تبقى فود سيكيورتي وفود سيفتي، يعني امان للغذاء وامن للغذاء. فاحنا طبعا عندنا بنجد ان في 17 هدف من اهداف المنظومه ومن اهداف التنميه المستدامه، و196 غايه، منها ان انا اقضي على الفقر، اقضي على الجوع، التعليم، الصحه. فالتنميه المستدامه اسلوب للتغيير بيكون فيه ازاي استغل الموارد، ازاي اوجه الاستثمارات، ازاي اوجه التطور التكنولوجي، ازاي يبقى فيه تغيير مؤسساتي. التنميه المستدامه بنركز على المستقبل، ما يعنيش ان انا اضر بالجيل الحالي في حياه افضل. وبرضه التنميه المستدامه بتكون مفيده على المستوى القريب والمتوسط والبعيد. على سبيل المثال مثلا حاجه بسيطه، السير على الاقدام او استخدام الركات الهوائيه. وادام بنتكلم كده يبقى نتذكر الصين، طبعا غالبيه المجتمع الصيني بيستخدم الدراجات وبيستخدم المشي، وده يعني اللايف ستايل كويس جدا، بيؤثر على الصحه، بيؤثر على البيئه، بيؤثر طبعا على المنظومه البيئيه بصفه عامه. الطرق التنميه المستدامه الناجحه لابد ان هي بيتاثر بيها كل واحد، لكن برضه بيشترط ان الجميع بيساهموا. وهنتكلم في النقطه دي، ازاي انا اساهم في تنميه المنظومه الزراعيه وتنميه المنظومه البيئيه علشان اقدر احقق نجاح. لابد ان يكون في تعاون ما بين المواطنون والحكومات والمؤسسات الغير حكوميه والمؤسسات الدوليه، يعني يبقى في منظومه متكامله عشان اصل الى الحاجه المنشوده عندي اللي هي تحقيق التنميه المستدامه. طبعا التنميه المستدامه هي دايره صغيره ما بين الاقتصاد وما بين المجتمع وما بين البيئه. وفي محاور ومؤشرات من التنميه الاقتصاديه، من الشراكه الاقتصاديه، من انماط الاستهلاك، ازاي اقضي على الفقر، ازاي اعمل حوكمه، ازاي اهتم بالصحه، بالتعليم، ازاي عناصر المناخ والارض، يعني عباره عن منظومه شامله. طبعا زي ما احنا قلنا، اي مجتمع من المجتمعات سواء في الدول الناميه او الدول المتقدمه بتهدف الى حاجتين، الى الحصول على مواد غذائيه، يعني يتحقق امن غذائي، وكذلك بيتحقق لي ايضا اللي هو الامان الغذائي. مهندس سعيد، البرزنتيشن راح. حضرتك خرجت، حضرتك يمكن دوست على حضرتك دوست على المستطيل الاحمر اللي فوق، يمكن عشان كده خرجت من الشير. ادخل عليه تاني. طب ممكن ادخل عليه من اللابتوب، لان هو اصلا خرج عندي من الكمبيوتر. حضرتك مش بتشير من اللاب؟ انا متشير من اللاب، بس اللاب يعني اعتقد حصل حاجه يعني. ممكن اعمل شير من هنا؟ جرب بس، المهم الشير. طب انا هشوف عندي الفايل كده وصل. انا ممكن افتحه من هنا كده. فتح عند حضرتك؟ انا بتكلم عند حضرتك لو فتح. لا انا لسه عندي، انا متهيألي ما وصلش. طب لو حضرتك بس حاول افتح لي. هو حضرتك بعته مرتين؟ مره بي دي اف ومره وورد.
ومعاك معظم الباوربوينت، مرة ايه؟ باوربوينت وبي دي اف. متهيألي ننزل البي دي اف احسن بقى. تمام اوكي. عذرا للساده، احنا ممكن نكمل لغايه لما المهندس سعيد يعمل يعني اتفضل. يشوف البرزنتيشن. فاحنا بنتكلم على الزراعه المستدامه، هنشوف ان في ممارسات كتيره بتؤدي لي للزراعه المستدامه، منها الممارسات الزراعيه الجيده، ومنها الزراعه العضويه، ومنها مجموعه من الانظمه اللي في الاخر بتؤدي لي الى زراعه مستدامه، ومنها برضه هنتكلم النهارده ان شاء الله وهنشوف مع بعض اللي هي ممارسات اصدقاء الارض، ودي منظمه برضه او مؤسسه اوروبيه في ايطاليا، وبعض الدول الاوروبيه مشاركه فيها. الحقيقه هذه الممارسات بتاعتها بتؤدي لي الى تنميه مستدامه، وبتحافظ لي على البيئه الزراعيه، ولكن في ذات الوقت هي يعني مش بقانون زي قانون الزراعه العضويه، ولكن بنقدر نقول ان هي ممارسات ما بتقدرش ان احنا نصدر الا عن طريق لو احنا استوفينا هذه الشروط، يبقى لازم نستوفي الشروط دي عشان نصدر زي الممارسات الزراعيه الجيده بالظبط. ومن ضمن الدول ديت الدول الاوروبيه، طبعا احنا عارفين الممارسات الزراعيه الجيده هي برضو بيحكمها بعض اللوائح اللي هي مش زي قوانين الزراعه العضويه، هي اقل مرونه او اقل مرونه من الزراعه العضويه. الزراعه العضويه بيمنع فيها استخدام كافه انواع الاسمده وكافه انواع المبيدات واي اسمده مخلقه، لكن في الممارسات الزراعيه الجيده انا اقوم بيها واستخدم. فتح عندك حضرتك مشروع سعيد ولا من عندي انا؟ انا فتح لا ده من عند انا. حضرتك. طب معلش هتخليه حضرتك سريع معايا بقى. طب دي واحدة اجيبه بس على ال هو فتح معايا انا على فكرة فتح معاك قافل من عندي يعني. مؤقتا، معلش. طب قافل من عندي، طب اتفضل. اقفل من عندي دلوقتي. ماشي ماشي يا فندم. ظاهر عند حضراتكم بقى؟ أنا في ظاهر عندي. دقيقة واحدة. لو ظاهر عند حضراتكم معلش، إن يعني أنا شغال من الموبايل بتاعي ومن لابتوب، يعني طيب حضرتك كده مش مشاهد اشير لك من عندي، لان كده انا لسه هفتح لك الشير اهو. ما هو اصلا ظاهر عندي مفتوح. خلاص اتفضل اتفضل يا فندم، ده ظهر اتفضل اللي عندي عشان. يا دكتور. طب خلاص اتفضل اتفضل، بس حضرتك هنبقى سريع شويه. طب شوف كده انا فتحت لك الشير، جرب. انا فتحت لك الشير. ما هو اصلا فاتح عندي. لا حضرتك فتح الفايل مش فتح الشير. حضرتك طب فتح خلاص الفايل. افتح يا باشمهندس سعيد، بس خليك معايا بسرعه بس. طب دقيقة واحدة. لا اسف لازعاج حضرتك النهارده. لان انا عشان افتح شير هدخل تاني في الموضوع من الاول، فهنعملها ونتكلم بسرعه ان شاء الله. ماشي يا باشمهندس سعيد، هنعدي بقى سلايدز كتير بقى بعد اذنك. ماشي. اتفضل. لسه ما بيتحركش معايا. طيب على مهل حضرتك. لا كده ما بيتحركش معايا خالص.
هو ده الفايل البي دي اف اصلا. طيب انا يعني مش عارف اعمل ايه، انا الكمبيوتر خرج من ايوه. طب ما هو ايوه فانتم حلو تمام طب انا هنزل بقى كمان، انزل كمان لا اطلع شويه اطلع ماشي ايوه تمام 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 كمان ايوه كمان بعد اذنك. تمام تمام ايوه هنبتدي بقى ننزل مع بعض يا باشمهندس سعيد. احنا دلوقتي قلنا ان طبعا يعني اي دوله واي شعب بيسعى ان هو يحقق الاكتفاء الذاتي من الاغذيه، يحقق الامن الغذائي وايضا سلامه الغذاء. اتفضل يا باشمهندس سعيد على طول. بعد كده بنشوف ان طبعا الممارسات الخاطئه للاسراف في استخدام الاسمده المبيدات ادت الى تراكم هذه السموم الموجوده فيها لما بنستخدمها بكثره، بالتالي ادت الى التراكم في النباتات وفي المحاصيل وفي الحيوانات اللي بتاكل، وبالتالي كل دوت جه بالضرر على الامراض التنفسيه بالنسبه للانسان. اتفضل يا باشمهندس سعيد. وعلى ذلك ان احنا يجب ان احنا نرجع تاني للبيئه. اتفضل اتفضل. لو كان باوربوينت كان اسرع على اساس وقت حضرتك. طبعا في اتفضل على طول يا باشمهندس سعيد وانا هتكلم. طبعا في زياده مضطرده في اعداد السكان هتبقى 20 50 هنصل لحوالي 9 على 10 مليار، وطبعا لابد ان احنا نزود من الجلوبال الجرين ديماند حوالي 100%. ده هيتطلب اتفضل على طول يا باشمهندس سعيد، ده هيتطلب على طول ان انا ازود نسبه التسميد والمبيدات بنسبه 50 ل 70%، يبقى طبعا طاقه زياده، يبقى ايميشنز زياده فيها. اتفضل على طول وانا هتكلم. طبعا ادي مصر وادي العالم كله بيعاني من الانبعاثات من ثاني اكسيد الكربون. اتفضل يا باشمهندس سعيد على طول. وبالتالي الاحترار والانحباس الحراري الناتج عن الاميشنز ديت هتؤثر وبيؤثر فعلا بصوره كبيره جدا. مصر كاحد الدول العربيه واحد الدول الافريقيه الحقيقه بتعاني من التصحر. يعني لو جينا شفنا الخريطه الجايه بنجد ان دلتا نهر النيل هي فقط اللي احنا بنسكن فيها وبنعمرها حوالي 4-6% والباقي صحراء. طبعا الصحراء ديت مصر ظاهره صحراويه، فانا ما اقدرش اقول غزو الصحراء لان انا ما اقدرش اخذ ظاهره مناخيه، لكن اقدر اقول تعمير الصحراء. تعمير الصحراء قد يكون بالزراعه، قد يكون بالصناعه، قد يكون بالتعدين، قد يكون بالسياحه او كليهما. احنا بنشوف ان مصر ظاهره مناخيه صحراويه، وطبعا يعني ربنا خلينا نهر النيل، لان بدون نهر النيل مش يبقى فيه حياه ولا حضاره. وكذلك في كل الامم والشعوب دايما الحضاره والاستقرار بيكون حوالين مجال المياه. ادي الصور برضه بتوضح لي ان مصر بتعاني من التصحر او من قله موارد المياه، لان 70-80% بيكون في مجال الزراعه. طبعا الخريطه الجايه بتوضح لي ادي بتوضح لي ان مصر وبعض الدول الافريقيه وبعض الدول العربيه دول صحراويه بالمقام الاول. بعد كده بنشوف ان التغيرات المناخيه دي الاجرو ايكولوجيكال زون بالنسبه لايجيبت. طبعا عندنا الصحراء الغربيه والصحراء الشرقيه وعندنا دلتا نهر النيل وعندنا طبعا البحر الاحمر والبحر المتوسط، وفي 17 منطقه بننميها زراعيا في المشاريع القوميه العملاقه اللي بتتمناها الدوله المصريه حاليا، استصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان، وايضا المشروع الجبار 100,000 فدان صوب زراعيه وغيرها مشروعات. بنجد ان في عوامل كثيره جدا زي ما احنا شايفين قدامنا بتؤثر لي في المناخ، وبالتالي بتؤدي لي الى تغيرات مناخيه بتؤثر لي في سواء في حدوث فيضانات او في حدوث جفاف او في حدوث تصحر، وكل دوت طبعا بيبقى له مردود بيئي زراعي سيء على البيئه الزراعيه. وطبعا السلايد الجايه اللي هي بتتكلم عن جرين هاوس جازز او الجرين هاوس افكت، زي ما احنا شايفين ان احنا طبعا كان في ريفليكشن بالنسبه لاشعه الشمس وجزء اللي بيدفي الكون واللي طبعا فيه من المزروعات دلوقتي بقت الكون كانه ظاهره صوبه زجاجيه، لما بيدخل درجات حراره بيعمل ريفليكشن جزء والباقي بينحبس جوه الصوبه. كذلك برضه دلوقتي نتيجه الاميشنز الموجود بيحدث انحباس
او انحباس لبعض الغازات بتؤدي لي ارتفاع درجات الحراره، وارتفاع درجات الحراره هيؤثر لي بالسلب الحقيقه على البيئه بصفه عامه ومن ضمن البيئه الزراعيه. مناجد طبعا الانبعاثات ديت، مناجد القطاع الزراعي بيساهم بحوالي 14% من الانبعاثات، وال 14% دي عالميا بنجد ان 63% من الانتاج الحيواني بينطلق غاز الميثان، وبعد كده من التسمين حوالي 16%، الرز لوحده بينتج من غازات الانبعاث الحراري 10% و12% متنوع. واحنا ماشيين مع بعض كده بنجد ان في حاجه اسمها مشروع التقرير المحدث كل عامين بي يو ار، وده كان بعد اتفاقيه باريس 2015، وفعلا مصر عملت التقرير الاول وقدمناه للجهات المنوطه، ان احنا دلوقتي كل سنتين هنبقى عارفين ان الانبعاثات بتاعتنا قد ايه وطلعت من فين، ونقدر نعمل ايه كحلول ليها، سواء في قطاعات الطاقه او في قطاعات الترانسبورتيشن او الاجريكلتشر اللي هي اربع قطاعات، والطاقه اللي هي اربع قطاعات. طبعا الاي بي سي سي اللي هي دي اللي هي المنظمه او الجهه الحكوميه المنوط بيها تتبع التغيرات المناخيه، وبتعمل تقارير الحقيقه تقارير سنويه لتقارير الاي بي سي سي، بنشوف كميه الاميشنز والتغيرات المناخيه وتاثيرها في كافه القطاعات والحلول المناسبه، وبيبقى ممثلين ليها في كل دوله، وبتشرف ان انا احد المراجعين لهذه الخطه السنويه. بعد كده واحنا ماشيين مع بعض وهنحاول نسرع، في حاجه اسمها البصمه البيئيه، البصمه البيئيه ديت اللي احنا بنشوف بقى البصمه في الريف وفي الحضر وفي البحار و ومنها البصمه الكربونيه، البصمه الكربونيه بتعني اللي هي الكربون فوت برنت باختصار، اللي هي كل الانبعاثات الناتجه في النشاط الزراعي من اول بدايه الانتاج حتى نهايته. البصمه الكربونيه بقى او البصمه البيئيه بصفه عامه بنجد ان هي لغايه 61 كانت 93%، دلوقتي 2020 بقت 160%، يعني حمل بيئي رهيب على الكون. ويمكن سبحان الله ازمه كورونا في شهور قليله ابتدت الرئه الكونيه، وابتدت يعني الانبعاثات تقل نتيجه قله النشاط الصناعي والتجاري والانتقالات ما بين الدول، فاحنا لابد ان احنا نرجع تاني للبيئه. طبعا في حاجه تانيه اللي هي البصمه المائيه، بشوف ان لازم اعرف دلوقتي ان انا قد ايه الاستهلاك المائي لاي حاجه بنتجها، يعني احنا لو قلنا كيلو بيف، الكيلو عشان انتج كيلو بيف بيستهلك لي اكثر من 15,000 لتر، انما كيلو البطاطس مثلا 287 لتر عشان كيلو بطاطس، كيلو الموز 790، يعني العمليه بقت ايه؟ لابد ان انا البصمه البيئيه، البصمه الكربونيه، وكذلك البصمه المائيه. ما احنا مع بعض بنجد تاثيرات تغير المناخ كبيره جدا في المحاصيل، وغالبا زياده درجات الحراره هتؤدي الى قله المحاصيل، وخاصه المحاصيل الاستراتيجيه اللي العالم كله ما يستغناش عنها، زي القمح، زي الرز، زي الذره، زي البطاطس، زي الكثافة، زي العديد من المحاصيل. احنا ماشيين مع بعض بنشوف تأثير تغير المناخ، وتغير المناخ طبعا بيأثر لي على الغذاء وبيأثر لي على الزراعة. القطاع الزراعي من القطاعات الهامة جدا، حوالي 12% من الناتج المحلي، او 11 كان 17 قبل كده وقل دلوقتي ل 11 او 12 من الناتج المحلي من الزراعة، 30% من القوة العاملة زراعة، حوالي 20 او اكثر شوية من الصادرات الزراعية، 50% من السكان المصريين بيعيشوا مناطق ريفية، وطبعا بيساعد القطاع الزراعي في عمليه تمويل التنميه الزراعيه. القطاع الزراعي الكميه المحصوليه طبعا حوالي 8 فدان، بتزيد طبعا بالانشطه الزراعيه في المناطق الجديده، ويمكن بتقل بالبناء عليها، لكن دلوقتي طبعا زي ما احنا شايفين ان دوت انه كان صراحه جريمه في حق هذا الجيل والاجيال القادمه ان احنا نبني على الارض الزراعيه، فده بيقنن دلوقتي حاليا. طبعا في اراضي مستصلحه في المناطق الصحراويه حوالي 20% دلوقتي بتساهمها، وحوالي 80% من اجمالي ميزانيه المياه السنويه اللي بتجي لنا بتنفق او بتصرف في الزراعه. طبعا في سيناريوهات نمط المحاصيل في زراعه تغير المناخ، بنعمل سيناريوهات كتير بحدد نمط المحاصيل الرئيسيه الحاليه من الاحصاءات الزراعيه، بحدد القوه الدافعه للتغيرات السنويه. بنقوم طبعا بمجموعه، يعني دلوقتي الجي بي اس والجي اي اس بتحدد لي كل الاراضي الزراعيه، واي اراضي اعتدي عليها بالبناء او بالتجريف او طبعا بتبان في الخريطه بتاعتنا بصوره يوميه، وبالتالي انا عندي هذه الخريطه منذ سنوات عديده وما زال مستمر. احنا دلوقتي برضو ما زلنا بنتكلم على التغيرات في القدر شلون سعيد، يا ريت بسرعه، يعني حضرتك هتمشي وانا ان شاء الله كده ايه، علشان هو سلايدز كتير جدا، بس احنا بنفتح افكار ومش بنتكلم في تفصيل في نقطه معينه، احنا بنتكلم يعني جنرال كده. احنا طبعا في التشينج في الكروب
water requirements، وفي ايضا الشينج في الووتر يوز افشنسي، يعني حتى كفاءه استخدام المياه في ظل التغيرات المناخيه هتقللي في العديد من المحاصيل ان لم يكن اغلبها. هنا بعد الجراف دوت في جدول بيوضح لي نسبه التغيير في المحصول لو زادت درجه حراره 2 او 4 درجه مئويه، ودي كانت تجارب عملها مجموعه من العلماء والبحاث في مراكز البحوث. في الجدول اللي جاي بنشوف ان الرز مثلا محصول استراتيجي هيقلل لي لو زاد درجه حراره 2 درجه مئويه ل 4 درجه مئويه حوالي 11%، الذره هتقلل لي 19%، كل الصويا 28%، لكن على جهه اخرى بنجد ان القطن هيزيد لي لو ارتفع درجه الحراره لحوالي 17% زياده، بس الحقيقه زياده في الكم وليس في الجوده. بنكمل مع بعض بنشوف ان في علاقه بين التكيف والتخفيف، ادابتيشن وميتيجيشن، ازاي اعمل تخفيف وتكيف في ظل التغيرات المناخيه. عندي انبعاثات غازات انبعاث حراري، وعندي مخاطر التغيرات المناخيه، وعندي طبعا انشطه بشريه. هيومن اكتيفيتيز من اهم الاشياء في الفتره السابقه اللي بتؤدي لي الى تغير المناخ. وعلى ذلك في السلايد الجاي هتكلم عن اولويات التكيف. اعمل اصناف بتتحمل الاجهاد وبتحسن نمط المحاصيل، بغير مواعيد الزراعه، بحسن اداره الري في المزرعه، بحسن شبكات الصرف الصحي اي صرف الزراعي سوري، الاداره المتكامله والمحسنه المحاصيل، بعمل بناء قدرات وتوعيه عامه، بوسع في استصلاح اراضي جديده. فلما بنتكلم عن الزراعه الذكيه مناخيا واللي هي بتتفق برضو مع الزراعه الذكيه بيئيا، الحقيقه طبعا الزراعه الذكيه مناخيا بنجد ان هي بتتفق مع الاهداف العامه لل Sustainable Development Goals اللي هنشوفها في الشريحه الجايه، ويمكن اتكلمنا عليها سابقا اننا ازاي اقضي على الفقر، وازاي اقضي على المجاعات، وازاي اقضي على وازاي اساهم في صحه جيده وتعليم جيد. المنظمه ديت في منظمه اللي هي او تحالف اسمه التحالف العالمي للزراعه الذكيه مناخيا Global Alliance for Climate Smart Agriculture، والتحالف دوت تبع Food and Agriculture Organization، منظمه التغذيه والزراعه. هذه المنظمة المكتب الرئيسي ليها في مقر الفاو، الفاو يعتبر مدينة يعني مبنى رهيب جدا في روما، وفي طبعا في كل دولة من الدول المشاركة في الفاو فيها الجلوبال الاينت او في هذا التحالف، ومصر احد الدول ديت اللي دخلت هذه التحالف سنة 2016. وفضل الشمال سعيد، دي كلها عبارة عن مجموعة من النشاطات والاكتيفيتيز اللي بتتكلم، ودي صورة كانت جماعية في اللقاء السنوي لهذا التحالف في إيطاليا. تفضل. الحقيقة كان في بعض الكتب اللي ساهمت في تأليفها عن الممارسات الزراعية الجيدة، عن الزراعة العضوية في مصر والصين، عن المتبقيات الزراعية إن هي ثروة ولابد إننا نستفيد منها. ازاي انتج المشروم خاصه في ان انا يعني استخدم البقايا، بلاش كلمه مخلفات دي لان هي كلمه صعبه، لكن بقايا المحاصيل. وايضا كان في كتاب 2020 في كتابين ليا، الاورجانيك جروب كالتيفيشن والكلايمت سمارت اجريكلتشر او الزراعه الذكيه مناخيا، واللي بعض المنظمات او بعض الناس بيطلق عليها الزراعه الذكيه دي اي. دي كلها مجموعة الكتب اللي ساهمت بيها في نشر مفهوم ثقافة الزراعة الحديثة، سواء الممارسات الزراعية الجيدة أو الزراعة العضوية أو الزراعة الذكية مناخيا، من أجل بيئة زراعية مستدامة. يعني الهدف عندي إن أنا إزاي أحصل على محاصيل آمنة وصحية واستدامة لعناصر البيئة أيا كان بقى الأسلوب الزراعي. ده مركب طبيعي عشان ازود انتاجيه ومناعه المحاصيل البطانيه والحقليه، وخدت عليه براءه اختراع عام 2018. ايه النتائج المرتبه على ان انا استخدم الاساليب العلميه الحديثه في الزراعه؟ بقى ازيد الانتاج الزراعي، اوفر المحاصيل الزراعيه في معظم ايام السنه بغض النظر عن الظروف المناخيه، ولذلك التقدم العلمي والتقني باستخدام درونز، باستخدام الجي اي اس والجي بي اس، باستخدام الزراعه الحديثه او الزراعه البيئيه والزراعه الدقيقه البريسيجن اجريكلتشر، كل ديت عوامل بتساعدني
في انجاز الزراعه. بس انا عايز اللي عايز اكد عليه ان مش الزراعه الذكيه يعني فقط استخدام المنظومه الحديثه من الجي اي اس والجي بي اس و لا، ده ايضا ممكن يكون تكنولوجي بسيط اقدر اعظم الاستفاده منه، وبالتالي ده بيكون سمارت وبيكون زراعه ذكيه. وهنشوف ان في العديد من الدول توجهت لهذه الزراعه. طبعا في امطار حامضيه، تلوث في بعض المناطق، وتلوث بالكيماويات والمضادات الحشريه، ده كله بيأثر لي على المنظومه الزراعيه البيئيه من ارض ومياه ونبات وثروه حيوانيه وثروه نباتيه. ففي تحديات كثيره للزراعه بتواجهنا، ولابد ان احنا يعني نشوف هذه التحديات ونتعامل معاها. التحديات ان انا ازاي احصل على محاصيل امنه، على كميه كافيه، على جوده، على تنوع، ازاي اتكيف مع التغيرات المناخيه، ازاي اساهم في التخفيف من التغيرات المناخيه. وعلى ذلك بنلجا الى ما يسمى بالكلايمت سمارت اجريكلتشر او الزراعه الذكيه مناخيا، او في تعبير كلايمت سمارت انفايرمنت اجريكلتشر، الزراعه الذكيه مناخيا وبيئيا. طيب كيف يمكننا الشريحة الجاية هنشوف اللي بعديها هنشوف كيف يمكننا تكييف الزراعة مع أثر تغير المناخ والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، أطبق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية عشان أحد من الفقد والمهدر المتزايد، بزود الممارسات اللي بتعزز لي احتباس ثاني أكسيد الكربون. لو المناطق عندها غابات، الغابات ديت بتحتفز لي ثاني أكسيد الكربون في الأرض بطريقة كبيرة جدا. ازاي احول الفضلات الحيوانيه او الويست ديت الى غاز حيوي مصدر بديل؟ وطبعا اساتذتنا اتكلموا في حلقات سابقه عن البيوجاز والوقود الحيوي و و و وانشاء مصايد الاسماك، تربيه الاحياء المائيه، يعني المنظومه الزراعيه كلها النباتيه والحيوانيه والسمكيه. طب ازاي اتصدى لتغير المناخ واعزز التنميه المستدامه؟ طبعا بيؤثر تغير المناخ بالفعل على الصحه العامه وعلى الامن الغذائي والمائي. لو ما تمتش السيطره على تغير المناخ هينعكس ده في اتجاه مكاسب التنميه اللي اتحققت في العقود الاخيره، وبيجعل من المستحيل تحقيق مكاسب اخرى على المستوى القطري او الوطني او على المستوى الدولي. الاستثمارات في التنميه المستدامه هتعمل على التصدي لتغير المناخ عن طريق ايه؟ الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبناء القدره على الصمود في وجه تغير المناخ. وايضا الممارسات الزراعيه المستدامه هتعالج القوى المحركه الاساسيه لتغير المناخ. طب الزراعه الذكيه مناخيا هنا في السلايد بشوف هو نهج يا جماعه، ابروتش، يعني مش قانون ولا زي ما الزراعه الجيده زي الزراعه الضوئيه، لا ده نهج متكامل عشان اطور الشروط التقنيه والسياسيه الزراعيه والاستثماريه عشان احقق لي التنميه الزراعيه المستدامه للامن الغذائي. بتتكوني من ثلاث اركان، زياده يعني انا عايز ايه من الزراعه الذكيه مناخيا؟ احقق ايه؟ أركانها إيه؟ زيادة الإنتاجية والدخول الزراعية على نحو مستدام، التكيف وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتخفيض أو تقليل أو إزالة الانبعاثات الكربون أو الانبعاثات الناتجة من الزراعة. طب تأثيرات التغير المناخي على القطاع الزراعي قلنا إيه؟ ممكن تغيير في أنماط المطر، زيادة التباين في أنماط درجات الحرارة والمطر، ممكن ينخفض منسوب المياه والجفاف في المسطحات المائية، وده دي كارثة، أو حدوث كوارث زي الجفاف زي الفيضانات أو اضطرابات النظم الإيكولوجية الموجودة عندنا. دي تأثيرات التغيرات المناخية. طيب ليه بقى أنا بهتم بقضية التغيرات المناخية ليه؟ طبعا زي ما احنا قلنا زيادة السكان الرهيبة، فبيتعين على ذلك زيادة الإنتاج الزراعي 60%. أجيبها إزاي؟ مع تغير المناخ اللي بيهدد تهديد الأمن الغذائي والتغذوي، يبقى لازم العمل على التكيف والتخفيف وخفض الانبعاثات. وعشان كده بتتبنى الزراعه الذكيه مناخيا اهميه قصوى لزياده الانتاجيه. في هنا ملخص ممارسات التكيف والتخفيف، كل حاجه اداره. بعمل ايه؟ تنويع زراعي، الزراعه والمحافظه على الموارد، الاداره المتكامله، اداره متكامله للافات، اداره متكامله للري، اداره التربه الزراعيه، اداره متكامله للغابات، ويعني ممكن نقول كمان يعني اداره شامله لكل هذه، مش كل واحده لوحدها. الانتاج الزراعي واستخدام الموارد الطبيعيه، دي بقى اللي هي الزراعه الذكيه المناخيه. كل سطر من اللي هيجي في السلايد الجاي اللي هيشوفوه لحضراتكم، كل سطر دوت عباره عن محاضره واثنين لوحدها. ازاي انتج محاصيل ذكيه مناخيه؟ وازاي اعمل انتاج حيواني ذكي مناخي؟ وازاي الحراقه الذكيه مناخيا او الغابات؟ المصايد الاسماك وتربيه الاحياء المائيه الذكيتان، اداره المياه، الاداره المستدامه للتربه وللاراضي، الموارد الوراثيه للاغذيه والزراعه، تطوير نظم غذائيه وسلاسل مستدامه او مستديمه. ولابد يكون عندي بيئه تمكينيه،
بيئه تمكينيه ايه؟ تعزز القدرات من اجل امساك البلدان بزمام هذه التحول للزراعه الذكيه، بس تستثمر في الزراعه الذكيه مناخيا واقامه شركات ومؤسسات ومزارع. بعمل تقييمات لتاثير تغير المناخ وتقييم الخيارات، رصد البرامج والمشاريع وتقييمها، كل كلمه ديت الحقيقه يعني بيبقى تحتيها كلام كتير ومحاضرات، بس احنا يعني بنفتح مع بعض احنا كمناقشه مفتوحه ازاي نصل للزراعه المستدامه عندنا في مصرنا الحديث. طيب بغيه المساهمه في تحقيق اهداف التنميه المستدامه في ظل التغير المناخي، بتحتاج نظم الانتاج الزراعي للتصدي في ان واحد لثلاث تحديات. ازاي ازود الانتاجيه؟ والدخل في الزراعه لنحو مستدام، ازاي اعمل بناء قدرات في الكباسيتي، وازاي اساهم في التخفيف من حده التغير المناخي، يبقى بطور الزراعه الذكيه مناخيا كاطار عشان اواجه كل هذه التحديات. يبقى كاباسيتي بيلدينج، او اللي هي ان انا يعني بزود القدره بتاعتي. طبعا الزراعه الذكيه مناخيا تقنيه او نظام جديد، مش نظام جديد ولا تقنيه زي لا او مجموعه ممارسات، لا هي عباره عن ايه؟ نهج قائم على اتخاذ اجراءات على الثلاث مستويات اللي احنا عليهم عشان احقق نظم الانتاج القائمه الاكثر قدره مواجهه اثار تغير المناخ، عشان اساعد هذا النهج الزراعه الذكيه مناخيا على تحديد نظم الانتاج المناسبه ليا. يعني انا كدوله فقيره او دوله ناميه دوله متقدمه، كل ممكن يبقى تحت البيج امبريلا اللي هي زراعه ذكيه مناخيه. تمام. التحول بقى للزراعه الذكيه مناخيا هيحتاج لبعض الحاجات، هيحتاج لتحسين القدرات التقنيه والوظيفيه اللي بيتمتع بها اصحاب المصلحه في القطاع الزراعي. يعني على سبيل المثال، فيسمح تحسين القدرات الفنيه عشان ارصد وافسر البيانات المتعلقه بالاحوال الجويه والمناخ. لابد ان انا ارتباط الزراعه بهذه الاشياء، لا سيما على المستوى الوطني للمجتمعات المحليه، ان انا بتخذ قرارات مستنيره بشان ممارسات الاداره الزراعيه الذكيه المناخيه. زي ايه؟ امتى واي نوع من الاصناف المحاصيل اقدر ازرعها فين في المناطق، وده اللي بنعمله حاليا في المناطق المستصلحه حديثا، وفي المناطق زي غرب ارض المنيا زي لا انا بشوف التركيب المحصولي، بشوف الارض، بشوف المناخ، بشوف الميه، بشوف كل هذه العمليات. يبقى هنا بتيجي لي بقى ايه اهميه الزراعه الذكيه واهدافها واثارها على التنميه المستدامه. لما بطبق الزراعه الذكيه هيتحقق لي عده منافع قطاع الزراعه، احسن الانتاجيه الزراعيه، هحصل على منتجات زراعيه امنه، هخفض استخدام الملوثات اللي زي المبيدات والاسمده الكيماويه وما اصرفش ابدا فيها، وبالتالي استخدام الزراعه الذكيه قادر على تحقيق ثوره زراعيه واقتصاديه. الخلاصه في النقطه ديت اللي احنا بنتكلم فيها، بنستطيع القول ان الزراعه الذكيه لديها عده فوائد. تعزيز الابتكار الزراعي، خلق الوظائف الخضراء، حفظ وحمايه البيئه من خلال اداره افضل للموارد الطبيعيه، اتكيف مع تغير المناخ، الحد من انبعاثات الغازات الدفيئه، خفض ظاهره الجوع والفقر، زياده الانتاج وتحسين جوده المحاصيل الزراعيه، تطبيق الاداره المستدامه للموارد الطبيعيه، بحسن اداره التربه وخطوبتها، عمليه الريسايكلينج ويست، وكذلك بالنسبه للثوره السمكيه. اللي بعديها بنتكلم على الزراعه الذكيه او السمارت اجريكلتشر، يبقى برضه لابد ان نتكلم على البريسيجن اجريكلتشر او الزراعه الدقيقه. اللي بعديها ان شاء الله، ليه بنحتاج الزراعه الذكيه؟ الحقيقه الاستثمار في البحوث والتكنولوجيا في الزراعه الذكيه زاد بصوره كبيره جدا خلال العقود الماضيه. ده جنب لجنب مع توفير الزراعه الذكيه على الحقول وعلى المراعي اللي بتوفر لي فوائد اقتصاديه وبيئيه جديده. طيب الحاجه ليه للزراعه الذكيه والسمارت اجريكلتشر ونستخدم انترنت الاشياء اللي هو الاي او تي، انترنت اوف ثينك، اللي دلوقتي هنشوف ان هو انترنت اوف ايفري ثينك مش انترنت اوف ثينك بس. طبعا انا بعمل على نشر وتوطين تطبيقات وتقنيات الزراعه الذكيه بيئيا ومناخيا وانترنت الاشياء، لو استخدمتها هتحقق لي فوائد كتيره جدا، هتحسن لي كفاءه استخدام المنتجات الزراعيه من الاسمده والمبيدات ومياه الري، بتحسن لي كفاءه استخدام الالات الزراعيه، هتحسن لي من انتاجيه المحصيل، هتحكم بشكل افضل في التكاليف فاضمن ربحيه للمشاريع الزراعيه، هتحافظ لي على الموارد الطبيعيه وخاصه مياه الري، هتساعدني على اتخاذ القرار بسرعه بالاعتماد على برمجيات على الهواتف المحموله عندي، باستعمال الارساليات القصيره والانشطه الارشاديه والتوعويه عشان اتواصل مع المزارعين، وبربط ما بين السوق وما بين احتياجات السوق وبين الزراعه. وعلى ذلك فبقول ان الزراعه الذكيه هي عباره عن نهج ابروتش بيساعد لي في الاجراءات علشان اقدر إعادة توجيه لهذه النظم الزراعية عن طريق الزراعة الذكية المناخية.
بس انا اللي عايز اقوله برضو من الصور اللي جايه ان الزراعه الذكيه مناخيا مش بس الجي اي اس والجي بي اس والسمارت والبسنجر كلتشر، لا يعني احنا رحنا دول افريقيه واسيويه داخله ضمن التحالف العالمي للزراعه الذكيه مناخيا اللي بعديها بشمهندس سعيد بعد اذنك، هنجد ان هم يعني مزارع بسيطه بنقدر نعمل مشتل، بنقدر ان احنا نعمل حفر صغيره علشان نجمع فيها الميه، بنقدر نعمل بوردرز ما بين المناطق واقدر اعمل شيلتر حواليها. يعني الشاهد ان انا ممكن استخدم اساليب بسيطه جدا وتبقى مفيده جدا وبتحقق لي اهداف الزراعه الذكيه مناخيا، فبتدخل تحت الاهداف الزراعه الذكيه مناخيا. كذلك خصوبه التربه واداره المياه زي ما احنا شايفين في الصور هنا ان هو بيجمع لي او بيعمل حفر حوالين الجوار، ولما بتيجي الميه بتخزنني فبتمدني المحصول بالمياه اللي محتاجها. الصوره اللي بعديها هنجد ان انا بعمل اداره افضل للمياه، ازاي انا بحصد مياه الامطار، ازاي انوع المصادر الوراثيه وانظمه البذور والتقاوي، لان في ثوره كبيره جدا خصوصا في الدول الناميه افريقيا واسيا عندهم ثوره في تنوع الموارد الوراثيه ولكن مش مستغله. احنا بنجمع هذه المصادر وبنعمل برامج تربيه سواء تقليديه او حديثه وبنردها تاني في صوره اصناف مقاومه للجفاف، مقاومه للملوحه، ومقاومه للاستريسز كلها، وبالتالي بعظم الانتاجيه وبزود الانتاجيه، ده بيدخل تحت نطاق الزراعه الذكيه مناخيا. الصوره اللي بعديها هنبين ان نهج الزراعه الطبيعيه او الزراعه البيئيه او الزراعه الذكيه المناخيه المبسطه في رواندا، في نيبال، في تونس، في اداره المراعي، في يعني اللي قصدي اقوله ان هذا المنهج او الابروتش للزراعه الذكيه بيئيا اقدر استخدمه في كافه المزارع الصغيره والكبيره وفي كافه الدول الناميه والمتقدمه. وعلى ذلك مثلا بنشوف الانظمه البيئيه المستدامه مثلا في الصين، عندهم مدن صناعيه عاليه جدا بتؤدي لي الى زياده تركيز ثاني اكسيد الكربون، عندهم مدن يعني في مخلفات، عندهم منشات يعني في برضه ويستس، عندهم قرى قمامه ومخلفات، وعندهم انتاج حيواني بيديني ويستس، وعندنا حقول بيديني بقايا وقش الرز وبقايا قش من المحاصيل. طب نعمل ايه؟ لا نستفيد منها بقى اما في صوره اسمده طبيعيه او احولها لكومبوست او غزل الحيوانات او تبقى وسط نمو لعش الغراب، يبقى نو ويستس بقت ويلز. الصوره اللي جايه بتوضح لي انا مثلا عندي نبات الكثافه، نبات الكثافه ده موجود عندكم، بنروح المصانع بيستخرج منه النشا، ادي النشا هيستخدم طبعا في المعجنات و بالنسبه للافراد وللشعب. بعد كده الويستس اللي الناتجه من هذا المصنع بيروح للانتاج الحيواني، عندهم البيج الخنازير يمكن 50% من الخنازير العالم موجوده في الصين، فبيتغذوا على هذه المنتجات. بعد كده الويستس بتاعه الحيوانات دي بتروح للبيوجاز، بيتعمل منه ايه؟ اما مخلفات البيوجاز بتتعمل تاني في القرى كسمات، وبرضه البيوجاز الناتج من هذه الوحدات بيستخدم في الاضاءه او في التدفئه او في حاجات تانية. العلاقه بين المدن والحقول علاقه لابد تكون متناغمه. المدن في شويه ويستس وقمامه وكاربتش ومياه عادمه، وانا اقدر بصوره او باخرى احولها الى مواد اوليه، الى كومبوست، الى سماد عضوي، واقدر بعد كده ان انا انتج محاصيل تروح لهذه المدن مره اخرى. وعلى ذلك انتاج الصوره اللي جايه اللي هي انتاج الكومبوست اللي هي من الويستس الموجوده عندي، اقدر اعمل ويلز واقدر اعمل سماد عضوي صناعي يفوق ويتفوق على الاسمده الكيماويه. الاسمده الكيماويه بتديني عناصر بس، انما ده الكومبوست السماد العضوي الصناعي ده ذا كنز، ده بيحسن لي من خواص التربه الطبيعيه والكيميائيه والطبيعيه و وبيديني هذه العناصر في صوره شبه سلوليز بتقدر ان هي تعطي لي احتياجات المحصول اللي عندي وكمان بصوره مستدامه. هبقى محتاج ان احط كميه ثانيه وثالثه اقل اقل لغايه ما يحصل التوازن الموجود عندي في التربه الزراعيه. عشان كده برضو انا استغليت هذه النقطه والصور اللي جايه من بعض تجاربي في الصين، كنت واخد اسمده حيويه من مصر ومن امريكا ومن الصين وبشوف تاثيرهم على الفلورا وتاثيرهم على النباتات. والصور اللي جايه ديت دي بعض الصور اللي عباره عن كومبينيشنز ما بين معاملات الاستخدام الاسمده البايو فيلترايزر فيها، وبنشوف تاثيرها في مراحل الانبات ثم مراحل النمو لغايه المحصول. والحقيقه كان طبعا بالمقارنه بالكنترول زي ما احنا شايفين ان البايو فيلترايزر كان له تاثير كبير جدا، والحقيقه الانواع البايو فيلترايزر المصريه كانت تاثيرها يعني كبير قوي. سبحان الله يعني المصري دايما بره بيبقى له باع كبير حتى الاسمده ما شاء الله.
فدي كلها الصور ديت من احد التجارب ليا في الصين. بعد كده بنرجع تاني اتكلمنا عن تكنولوجيا بسيطه بايو فيرتلايزر باسعار بسيطه جدا، واقدر احسن من التربه، واقدر احسن بدل ما بحط السوبر فوسفات موجود جدا كتير في مصر في التربه المصريه، ولكن طبعا نتيجه ان القلويه اللي موجوده في التربه فبيبقى في صوره خماسيه او في صوره غير ميسره. البايو فيرتلايزر الخاص بالتيسير ممكن اضيفه وييسر لي وتبقى موجوده عندي ويقدر يمتصها النبات. من ناحيه ثانيه جي اي اس جيوغرافيك موشن سيستم داتا بروسيس، يبقى عندي داتا تديني انفورميشن معلومات، المعلومات بتديني النولج اللي اقدر اعمل بيها ويزدم اقدر اقولها للمزارعين والمنتجين في الزراعه الدقيقه او الزراعه الذكيه. ادي الزراعه الدقيقه، الصور اللي جايه هتوضح لي استخدام الزراعه الدقيقه. انا بستخدم الجي بي اس وجي اي اس والزراعه معتمده على التقنيه عشان بتقرر لي ترتيب المحصوليه وتوزيعها، بتديني بقى مش للمزرعه لا، ده لكل قطعه في المزرعه بل لكل نبات احتياجاته من التسميد واحتياجاته من الري واحتياجاته من العناصر وهكذا. دي كل الصور اللي جايه ديت عن تقنيات الزراعه الدقيقه، دي فرصه عشان نهج جديد لاداره التسميد والري، وبستخدم فيها الجي بي اس والجي اي اس وال بعد كده الاي اي او الانتليجنت ارتفيشال انتليجنت تاثيرها في الصور اللي جايه. طبعا بنرجع شويه كده بنقول ان التلوث طبعا والاميشنز كان ليها تاثير كبير جدا، وعلى ذلك ان احنا لابد ان احنا نرجع لحاجه اسمها الجرين جروث، النمو الاخضر. ولذلك لما اجي اتكلم عن النمو الاخضر وده مصطلح اقتصادي تنموي عالمي حاليا عشان اعمل كي اوف سستينابيلتي، لا ده انا دلوقتي بقول اللي جايه دي بقول ان المبادره بتاعت اتحضر للاخضر. الحقيقه انا مبسوط جدا من هذه المبادره، مبادره جميله جدا، مبادره بتتبناها وزاره البيئه. اتفضل يا باشمهندس سعيد. المبادره ديت اول مبادره بيئيه بتكون تحت رعايه رئيس الجمهوريه، فالمبادره ديت تحت رعايه سياده رئيس الجمهوريه اتحضر الاخضر، دي طريق للتنميه المستدامه. الحقيقه يعني نبذه كده عن اتحضر الاخضر ليه؟ لان اتحضر الاخضر دي فيها كافه النواحي البيئيه والزراعيه عشان اتحضر للمستقبل. التحضر الاخضر دي طبعا ابتدت في بدايه العام وبعدين حصل موضوع كورونا، بس ابتدوا في اتفضل شلون سعيد زراعه 1000 10000 شجره خلال اول اسبوعين، والحمله دي بتعتمد على اليات ووسائل الوصول للجماهير في كافه بقى وسائل الاعلانات و و و تلفزيون وغيره، وفي صفحه الحقيقه تابعوها على الفيسبوك بعنوان تحضر للاخضر. الحمله ديت يعني عجباني قوي ليه؟ لان الحمله ديت بتستهدف تغيير السلوكيات وحث المواطن على اللي بعديها بشويه، حث المواطن على المشاركه في الحفاظ على البيئه والموارد الطبيعيه لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الاجيال القادمه. دي نقطه مهمه جدا ان انا اشارك، يعني كتير من المشروعات وبتكون فند كبير فبنعمل تنميه في منطقه ما ولكن الانسان عدو ما يجل وعدو ما لا يشارك، بمعنى ان انا لو عملت من غير مشاركه واديته كل حاجه الموضوع مش هينجح قوي او نجاح هيكون وقتي بانتهاء المشروع او الحمل. لكن لما انا لا احنا كده بنرجع لشوان سعيد، احنا عايزين نرجع. ايوه قدم شويه بعد اذن حضرتك، معلش لتعبك وتعبكم كلكم. ده العفو. الله يكرم حضرتك. فانا يعني لما بخلي المواطن ده يشاركني ويتعب شويه، سواء تعب بدني او ان هو يعني يشارك ماديا او معنويا، ده هيحقق لي اللي انا عايزه. وطبعا مساهمه الشباب، لان الشباب طبعا له دور كبير جدا، الشباب طاقه عاليه جدا. انا جربتها دلوقتي، يعني انا وانا شاب كنت عندي طاقه وعندي روح عاليه، ولو طلبوا مني اشيل الهرم احطه في مصر كده وارجعه تاني كان ممكن يحصل. الواحد برضه لما بيكبر مهما كان مش هيقدر ان هو يقوم باللي كان بيقوم بيه الشباب. فانا بناشد كل المسؤولين وبناشد كل اولياء الامور وبناشد كل الدنيا، الشباب دي قوه لا يستهان بها، ويقدروا يعملوا ويغيروا. التغيير منوط بالشباب، واحنا الحمد لله يعني نسبه كبيره جدا من الشعب المصري في سن الشباب، لو استخدمناهم صح هنحقق المعجزات فعلا. فنرجع تاني، اتفضل يا باشمهندس سعيد. طبعا الحمله ديت بتستهدف يعني مجموعه من الاشياء الجميله جدا، منها
تشجير المخلفات، ازاي استفيد منها، ازاي رشه استهلاك الغذاء، ازاي ارشه استهلاك الطاقه، ازاي احد من استخدام البلاستيك، ازاي احافظ على الكائنات البحريه، ازاي احد من تلوث الهواء، ازاي احمي المحيط الطبيعيه، يعني داخله في كل حاجه. وعلى ذلك لو احنا تتبعناها مع بعض في الصور الجايه بنجد ان كل المنظومه البيئيه اللي عندنا من ضمنها البحريه والنيليه والزراعيه، لان هي كلها منظومه متكامله. انا ما اقدرش احافظ على البيئه الزراعيه واسيب البيئه الصناعيه، او البيئه الصناعيه واسيب البيئه البحريه، لا. علشان امنع التلوث، علشان احصل على بيئه جيده، لابد ان تكون الحمله دي حمله شامله تشمل جميع الوجوه. احنا مع بعض مستمرين، خلاص خلصنا المشاركه في الحمله دي، بس انا حبيت انوه عليها لان كلنا لازم نشارك فيها يا جماعه، لان احنا لو شاركنا فيها هنوصل للي احنا عايزينه. انما كدوله بس او بعض الوزارات بس او بعض الجهات بس بدون المجتمع المدني بدون المواطنين كل واحد يساهم على قد ما يقدر، مش هتحقق الحاجات المنوطه بيها خلال فتره الحرب. طيب احنا بنقول نرجع تاني بقى للزراعه، انتاج المحاصيل الغذائيه في الزراعه. طبعا في زراعات متكامله او حاجه بنسميها زراعه تقليديه. الزراعه الحقيقه كانت الزراعه الاول، السلايد اللي بعد دوت هنشوف ان هي الزراعه الاول ابتدت بايه، انها تبقى زراعه تقليديه، كانت بقى تعتمد على الادوات اليدويه والطاقه البشريه والحيوانيه والسمات الطبيعي، وان هي نظام البيئه الزراعيه شبه المغلقه. ودي كانت يعني على حسب عدد السكان اللي كان موجود ساعتها كان بيئه بتقضي. لكن بعد كده عصر البترول بقى والزراعه الصناعه اللي بتعتمد على استخدام الالات والاسمده الكيماويه وغيرها من المواد الكيماويه الزراعيه وجميع المواد المشتقه من الطاقه البتروليه بشكل مباشر او غير مباشر، زراعه حديثه زي الفل، لكن ابتدى يبقى فيها تاثير سلبي على صحه الانسان من Access amount using for fertilizer and pesticides. رجعنا تاني بقى الثلاثة اللي هي عصر اللي هي الزراعة الإيكولوجية الحيوية، اللي هي بعد دي بعد السلايد دوت، الزراعة الإيكولوجية أو الزراعة الحيوية. طبعا عشان الآثار السلبية الموجودة في الزراعة البترولية، العديد من الدول بتبحث عن طريقة مناسبة لحل المشكلة عشان أحمي البيئة عن طريق تقليل استخدام المواد الكيماوية زي الأسمدة والمبيدات وغيرها. وبعد كده الزراعه الطبيعيه تعتمد على ايه؟ انسجام الانتاج الزراعي والطبيعه في عمليه الانتاج. ما بستخدمش بقى مواد كيماويه، ما بستخدمش حتى الحرث الا للضروره، بستخدم بقايا المواد العضويه دي اللي بنسميها زراعه طبيعيه. اللي بعد الزراعه الطبيعيه اللي هي بيولوجيه، اللي هي عضويه حيويه، بتؤكد لي على الاداره الزراعيه القائمه على العمليات البيولوجيه الطبيعيه. ودي بعض النظم الايكولوجيه اللي موجوده في الصين اللي بيستغلوا كل حتى رغم صعوبه او وعود الطبيعه الا ان هو بيستخدموها بصوره كبيره جدا. بعد كده الزراعه المستدامه دي بنوليها الاهتمام عشان احمي الموارد البيئيه وبستخدم اسلوب مرشد وامن عشان احافظ عليه. يبقى هنا لجأنا الى ايه؟ الزراعه المستدامه. الاستدامه زي ما احنا قلنا عامل متكامل ما بين العصر البيئيه والاقتصاديه والاجتماعيه، بقدر ان انا احصل عليها عن طريق المحافظه على الموارد الطبيعيه. طيب اللي عنوان المحاضره بنقول ممارسات اصدقاء البيئه. طب ايه بقى اصدقاء البيئه؟ في برنامج في اوروبا اسمه Friends of the Earth، اصدقاء الارض. الحقيقه البرنامج دوت نموذج للانتاج الزراعي بيعتمد على دمج الابتكارات اللي بتهدف لايه؟ تقليل الاثر البيئي للمحاصيل، احترام العماله والمستخدمين على طول سلسله الانتاج. يعتبر ادخال استخدام الطاقه المتجدده والاداره المتكامله للآفات وغياب الحراسه دي امثله على هذه الاجراءات التصحيحيه اللي بيشجعها الاعتماد على المطالبات. يعني ايه؟ بعباره اخرى الشركات اللي هي او المزارع اللي هي داخله في الفريندز اوف ايرث دي معتمده بتعمل ايه؟ تحفظ لي التربه، الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي والطبيعي، والاحتفاظ بالمياه واستقرار النظام البيئي. السلايدز اللي بعديه اللي هي بنشوف المبادئ البرنسبلز، المبادئ الاساسيه للفريندز اوف ايرث. طبعا تم عمل نظام خاص بالزراعه المستدامه وفق المبادئ اللي هي Sustainability Assessment of Food and Agriculture Systems، وده طبعا توجيه جاي برضو كلها من الفود اند اجريكلتشر اورجانيزيشن اوف يونايتد نيشنز اللي هي الفاو. بتهدف الى ايه بقى؟ ست مبادئ: حمايه النظم الايكولوجيه وحفظها، الحد من استخدام المبيدات الحشريه والاسمده الكيماويه، تحسين كفاءه الطاقه من خلال استخدام مصادر الطاقه المتجدده، الاداره السليمه للنفايات وعدم استخدامها، تقليل التدخلات الميدانيه يعني بدون حراسه بدون حرس يعني، والمسؤوليه الاجتماعيه عشان اضمن حقوق المشتغلين. فبعد كده بنشوف في اجراءات اداره بيئيه جيده التنظيم، بحمي النظام الايكولوجي اللي عندي الزراعي،
تحد من استخدام المواد الكيميائيه الاصطناعيه وفقا لمبادئ الزراعه العضويه او الزراعه المتكامله. بعمل تخطيط وتمتيز دورات التناوب والمحاصيل، نرجع تاني للدورات الزراعيه المهمه جدا، السمات الاخضر، المكافحه البيولوجيه، استخدام الرشيد للموارد المائيه، جمع مياه الامطار، بقلل من التدخلات الميكانيكيه، بستخدم الطاقه المتجدده، بتحكم في انبعاثات غازات الدفيئه والمسؤوليه الاجتماعيه، ان حتى العماله اللي عندي تبقى مأمن عليها، تبقى بتاخد سالري كويس، تبقى في بيئه نظيفه، وهي بتؤدي العمليات الزراعيه بتؤديها باللبس المناسب وهكذا. يبقى بيطمن شعار فريند اوف ذا ايرث لما تشوفه على اي منتج. خد بالك فريند اوف ذا ايرث ده ممتاز جدا، ليه؟ لانك بتعملي حفظ للنظام البيئي، بتحمي لي الحيوانات والمنتجات البريه، بتحمي لي التربه والمواد المائيه، بتحظر لي استخدام المواد الخطره، بتعمل لي اداره مسؤوله النفايات والطاقه بامتثال القانوني، المسؤوليه الاجتماعيه. لا تبقى انت ايه اللوجو دوت بيقول لك ده كويس، ده تقدر تشتري المنتج دوت وانت يعني مطمن من كافه اللوجو. الهدف من صديق الارض او الفريند اوف ذا ايرث الممارسات الزراعيه البيئيه الرشيده، تربه مستدامه، مياه مستدامه، زراعه مستدامه، استدامه، ده عامل متكامل من العناصر البيئيه والاجتماعيه والاقتصاديه زي ما احنا قلنا بتتوفر في الفريند اوف ذا ايرث. طبعا يعني في كلام كتير عن الموضوع، لكن انا بعني بالاستدامه في الزراعه في الفريند اوف ذا ايرث ان الشركات اللي بتعتمد من هذه المؤسسه بتعمل على تكمل اي ابتكارات بتهدف لتقليل التاثير البيئي للمحاصيل، بتعمل لي احترام للعماله على امتداد سلسله الغذاء، بتهتم لي الشركات المعتمده في صديق الارض الحفاظ على التربه، الحفاظ على التنوع البيولوجي الايكولوجي، الاحتفاظ بالمياه، الاستقرار النظام الايكولوجي البيئي الزراعي. بعد كده في معايير خاصه بشهادات صديق البيئه، وفي كلام كتير جدا عن ازاي بقى يعني كل حاجه قلناها من حمايه التربه، حمايه المواد المائيه و و و و كلها طبعا في رولز كتيره جدا موجوده طبعا في الويب سايت بتاعهم. الزراعه المستدامه اتكلمنا عليها كتير في السابق، ودي باختصار ان انا اقدر انمي الزراعه حاليا ومستقبلا ليا وللاجيال القادمه، بحيث ان انا ما اجيش على الجيل دوت ولا اجي على الاجيال القادمه، ادي له حقه الجيل ده واحافظ على الموارد للاجيال القادمه. ده الزراعه المستدامه، والصور اللي جايه بتوضح لي بقى استخدام الفريند اوف ذا ايرث سواء في الاوبن فيلد او في الصور الزراعيه. واحاول اختصر عشان وقت حضراتكم، احنا كلنا يعني بنتكلم كل واحد يفكر ازاي ان انا اطبق ده على ارض الواقع في منظومه الزراعه المصريه لتحقيق المنشود اللي هو الهدف الاسمى الزراعه البيئيه المستدامه، سواء زي ما احنا شايفين في الاوبن فيلد او في الصوب او الهيدروبونكس او الاكوابونكس. يعني كل كلمه بقولها دي محاضره، اكوابونكس دي محاضره، اجريبونكس دي محاضره، الفود سيفتي او السكيورتي دي محاضره، الجرين هاوسز محاضره. ادي طبعا صور من الصوب الموجوده في مصر في ظل السياسه الزراعيه الحاليه. طب الوان الزراعه ايه بقى؟ قال لك الالوان الزراعه في زراعه الخضراء، الزراعه التقليديه بتاعتها، في زراعه الزرقاء ويمكن الصين مهتمه جدا بيها، دي زراعه الانتاج الزراعي في المحيط. ازاي المحيط اللي هي 3 ارباع مساحه الارض محيطات ومياه وانهار وبحار، ازاي اهتم بيهم؟ والزراعه البيضاء اللي هي انتاج الكائنات الحيه. اللي بعد كده طبعا ده ابو العلماء طبعا في كل مكان في العالم، ودي في الصين بيبقى ده بيسميه يعني فازرز اوف ذا بريدنج اوف رايز في الصين، ويعني معروف عالميا. وادي البريسيجن اجريكلتشر المستخدمه في العديد من دول العالم، واحنا عندنا في مصر الحمد لله العديد من المزارع المستخدمه هذه التقنيه. الصور الجايه بتوضح لي التقنيات ان انا بعمل تصوير جوي، ومن مجموعه الصور ديت بقدر احصل على معلومات اللي بتاديني ان انا اقدر اوصل للمزارع سواء الصغير او الكبير، بنزله لو في مثلا في افه ممكن تجيله، وعلى حسب بقى البيانات اللي جايه لي بقى من المناخ والبيانات اللي جايه لي من الجي اس والجي اس، وبقدر ان انا استخدمهم في الزراعه البريسيجن اجريكلتشر في المنظومه اللي هي دلوقتي نامل ان هي ان شاء الله تطبق قريبا على قطاعات عديده في الزراعه المصريه، خصوصا في الاراضي المصلحه الجديده وكذلك في اراضي الوادي والدلتا. كل الصور ديت بتوضح لي ازاي انا بتكون الارض عندي مكشوفه، بقدر ادي كل مش كل محصول ده كل نبات بشوف احتياجاته ايه واشوف الاماكن المعرضه للاصابه و و و عندي سيستم متكامل في الكلوز سيستم. نرجع تاني ان مش بس دي هي زراعه ذكيه بيئيا، لا الاورجانيك ان انا استخدم الزراعه بالنظم
قوانين الزراعه العضويه، والحمد لله عندنا قانون الزراعه العضويه المصري 2020 ولائحه تنفيذيه، يعني فالمفروض ان هي يعني تكون طلعت يعني او خلاص يعني نطاق انها تطلع، انما القانون طبعا خلاص قانون 12 2020 ادي الزراعه العضويه طبعا سواء للانتاج المحلي او للتصدير للاسواق الخارجيه، فيها فوائد كتيره جدا، بتقل فيها نسبه النترات والنيتريت وبتزيد فيها نسبه البروتين والاملاح والمعادن. الزراعه العضويه ما بستخدمش فيها اي كائنات محوره وراثيه، لا اخذا بالاحوط، يعني انا مش ضد ان انا اقول ما لا الاغذيه المحدثه الوراثيه ما خدناهاش، ما فيش اي بحث علمي حتى هذه اللحظه انا بتكلمت فيها النهارده 7 اكتوبر 2020 بتقول ان في ضرر حقيقي للزراعه لاستخدام الهندسه الوراثيه في مجال الزراعه، لا ابدا. في بعض التخوفات بس من ان يحصل بعض الانواع الحساسيه او دي طبعا يعني حاجات محتمله ليست يعني ما تخلينيش اقول لا ما استخدمش. بعد كده بستخدم طبعا الكومبوست، ادي كومبوست بريبريشن، واحنا قلنا جميل جدا ان انا بدل الويست ان انا ما لهاش لازمه، لا ده انا بقدر اعمل منتج جميل جدا اسمه الكومبوست او السماد العضوي الصناعي اللي اقدر ان انا اسمده واحافظ على التربه، وده نوع من انواع الزراعه الذكيه بيئيا، ان انا ازاي حاجه ما لهاش لازمه لا استخدمها واطوعها واحولها لحاجه كويسه جدا في التسميد، ده يعتبر زراعه ذكيه بيئيا. وده اللي بحب اكد عليه، ان ليس الزراعه الذكيه او السمارت اجريكلتشر هي فقط استخدام المنظومه الحديثه جي اي اس بي اس، لا لا لا، ممكن تبقى سمبل تكنولوجي انجاز التعبير، اقدر احصل على زراعه ذكيه بيئيا او مناخيا. دي كل الصور اللي جايه ديت بتقولي برضو المكافحه البيولوجيه والبيولوجيكال كنترول، ده كويس جدا ان انا بكافح حاجه حشره ولا افه ولا مرض ولا اي حاجه بحاجه ثانيه بافه ثانيه بحشره ثانيه بتقضيلي على هذا الكائن الممرض وبتسبب لي توازن بيولوجي جميل جدا، وما فيش طبعا استخدام مبيدات ولا اسمده، وبعدين دي بصوره مستدامه لان الكائن دوت اللي هو ما بيضرنيش بل هو بيتطفل او بيفترس او بيترمم على الكائن الممرض وبيديني. دي الصور اللي جايه دي بقى اللي بتقول لي برضه ممارسات زراعيه جيده، ممارسات زراعيه جيده الجلوبال جاب او الجلوبال جود اجريكلتشر براكتسز هي ممارسات كويسه جدا تدخل تحت نطاق الزراعه الذكيه بيئيا او الزراعه الذكيه مناخيا، من الانتاج الى المحصول للجمع المحصول لمعاملات بعض الحصاد استعدادا للتسويق سواء للمنتجات هذه المنتجات الى السوق المحليه. ادي طبعا ادي البيت اللي بيقوم فيه بعمليه الجمع والتعبئه والفرز بيكنج هاوس في دي موجوده في احد المزارع القطاع الخاص، وعندنا طبعا حاليا تجهيزات كبيره جدا تفتح اسواق كبيره جدا و يعني مناطق كبيره كتيره في مصر هيبقى فيها تجمع وفرز وتعبئه لهذه المنتجات الزراعيه. بنرجع تاني لما كنت في الصين في بعض الحاجات اللي بيستخدموها بصوره بسيطه جدا ولكن ليها مردود عادي جدا في الزراعه الذكيه بيئيا. الصور ديت بتوضح لي ان هم بس هنا ثانيه واحده يا باشمهندس سعيد، ان انا بشوف هنا ان عندهم جبال ومرتفعات ومنخفضات اللي فوق خالص دي غابات، وطبعا عشان الامطار بتنمو بصوره طبيعيه وبيستخدموا الغابات ديت طبعا كتنوع بيولوجي وبيخدموا الاخشاب بتاعتها. بعد كده اللي بينهم بيزرعوا انواع فاكهه، بعد كده بيزرعوا مصاطب بيزرعوا فيها الرز، وبعدين البرك ديت عشان يربوا اسماك مع البط مع الرز، وبعد كده بيبقى فيه مصدات رياح، يعني انتاج زراعي مستدام، وده كان في جنوب الصين. الصوره اللي بعديها بعد اذن حضرتك يا باشمهندس سعيد هنجد ان دي كانت الصوره او الماكت اللي بعديها هي الصوره الحقيقيه من ارض الواقع من كوانتو في جنوب الصين. كل حته مستخدمه في منظومه بيئيه يعني ممتازه جدا. طبعا الانتاج الحيواني والداجني برضو التسميد بيديني كومبوست واسمنت طبيعيه بيئه النمو عشان ينمو عيش الغراب او ديدان الارض، غذاء للحيوان الويستس في الاسماك والثوره الحيوانيه، البيوجاز بيستخدم في مزارع يعني مساحتها كبيره جدا وفي قرى بالكامل الاضاءه والتسخين و موجوده، يعني ادي اهو استخدام نظام البيوجاز في الصوب اللي هي المجمعه الكبيره اللي بتصل 10 هكتار واكثر. او هنا برضو بعض الحاجات الانتر كروبينج برضو العلاقة ما بين التسميد، ازاي بقى نعمل انتر كروبينج بقى نبات يسمد لي نبات تاني او يعمل ريليز اللي هي لغة النبات اللي هي بيسموها الاليلوباثي او الروت اكسوديتس، يعني بعض الحاجات الطبيعية ازاي اقدر. طب الروت اكسوديتس ديت نوع من انواع الزراعة الذكية بيئيا،
Sure, correct. فعلا في علاقة ما بين المحاصيل الزراعية، ادي الصورة ديت اللي هي ازاي بيعمل انتر كروبينج عشان مجال التسميد. ماشي يا باشمهندس سعيد مع حضرتك عشان قربنا نخلص ان شاء الله. ادي العلاقة بين المحاصيل الزراعية، زي مثلا اهو ادي العلاقة اهي، ادي الرمان ده محصول اساسي وبعد كده دوار الشمس. ففي بيبقى اسمها تراب كروب، محصول صائد، انا بحط دوار الشمس عشان تيجي الحشرات ديت عنده، وبعد كده انا استفيد بقى من دوار الشمس، وبعد كده بعمله كومبوست وبعمل عمليه ايه؟ مكافحه طبيعيه. زي هنا برضو الصوره اللي بعديها، برضو لما بستخدم محصول عين الجمل كمحصول اساسي ومحصول الثاني التوت، بتيجي الجراد على التوت واقدر ان انا اكافح يعني باسلوب بسيط جدا، ما بستخدمش كيماويات ولا مبيدات. طب دي تدخل تحت نطاق الزراعه الذكيه بيئيا؟ اجل هذا نوع من انواع الزراعه الذكيه بيئيا. ادي برضو زي محصول اللوبيا ومحصول الذره في حشيشه السودان، اقدر ان انا الحفار بتاع الذره يجي لها واقدر اكافحها. طيب دي حاجات بسيطه جدا. نرجع تاني لان يعني نقطه مهمه برضو اللي هي بريسيجن اجريكلتشر او الزراعه الدقيقه واللي احنا اتكلمنا عليها. دي عمليات احكام زراعي، ان انا بستخدم مثلا الجي اي اس والجي بي اس. بس هي بقى السلايد الجاي هنشوف المزايا بتاعت الاحكام الزراعي او البريسيجن اجريكلتشر. الحقيقه طبعا من ضمن المزايا يعني هنقف سنه بس كده، الاستخدام الدقيق والمحكم للمدخلات الزراعيه وبالتقليل الفاقد بيقلل لي التكاليف الانتاج وبالتالي زياده الربحيه، بحدد لي المساحه الغير منتجه او ضعيف الانتاج بعرفها كويس، الدقه في استعمال الاسمده والمبيدات فبيقلل لي من المهددات البيئيه ومن المهدرات من الاسمده والمبيدات، بساهم في تقليل الاثر الضار الناتج عن تصلب التربه من خلال تحديد مسار الالات الزراعيه، بحسن كفاءه الالات، بعد خرائط اساسيه للحقل، برصد الانتاجيه واعرضها على شكل خرائط بتوضح لي المواقع ذات الانتاجيه الجيده والمواقع الثانيه اللي فيها مشاكل، برصد المحاصيل خلال مراحل النمو المختلفه عشان اتعرف على الاصابات الحشريه والامراض والحشائش او لو في عطش او في نقص محاصيل عناصر مغذيه، مما يساعد على تدارك المشكله ومعالجتها خلال الموسم. الصوره اللي بعديها بتوضح لي بقى الكوليكشن، بقى هي عباره عن داتا بجمعها وبيبقى عندي الكمبيوتر بقدر اعمل ايه؟ قرارات بالنسبه للانتاجيه اللي عندي. الصوره اللي بعد كده بتوضح لي برضو اللي هي بستخدم بقى ديفايسز وكمبيوتر والجي بي اس والجي اي اس والريموت سنسنج، كل التكنولوجيا ديت بتتجمع علشان اقدر احصل على داتا بالتالي بقدر ان انا اطبقها على الحقل. اتفضل. كل السلايدز الجايه بتوضح لي، وده الكلاود كمبيوتر او الكمبيوتنج، ان هي بقى الحوسبه الغماميه اللي هي يعني بتدل على كميه داتا كبيره جدا اقدر استفيد منها. وادي الكونكشن ماشينز ما بين كله، بقدر انا دلوقتي يعني عندي تجربتي في الصين، انا اقدر وانا في بيتي هنا بقدر ان انا اشوف العمليات الزراعيه اللي عندي، ولو في اي مشكله بقول لهم عن طريق السيستم عندي على الموبايل. وهنا الانترنت اوف ثينكس، الانترنت اوف ثينكس اللي بيتدخل في كل حياتنا ومنها الناحيه الزراعيه، ودلوقتي اسمه الانترنت اوف ايفريثينج. فكل حاجه دلوقتي هي عباره عن نتوركينج بنقدر ان احنا نستخدمها في كافه المجالات ومنها المجال الزراعي. وادي السنسور تكنولوجي خصوصا في المساحات الكبيره جدا اللي هتتطلب طبعا اثناء الجمع او العمليات الزراعيه استخدام الالات الزراعيه. ويمكن بس في سلايد كده هنتكلم عن بعض العوائق اللي بتعيق تطوير الزراعه الذكيه. في بعض الحاجات زي منها في قوانين بتحدني من استخدام صور الاقمار الصناعيه او استخدم الطائرات بدون طيار درونز، صعوبه يعني استخدام تراخيص منها، ضعف انتاجيه المحاصيل ده بيحد لي من امكانيه اطفاء كفاءه ماليه عشان استخدام هذه التقنيات اللي هي الاحكام الزراعي او الانترنت الاشياء. ايضا غياب الشركات اللي بتوفر لي مستلزمات الزراعه الذكيه خاصه تحليل البيانات والمقياسها، عدم توفر البيانات وضعف شبكات الانترنت في بعض المناطق الريفيه، و85% الحقيقه من المناطق الزراعيه هي عباره عن مزارع صغيره الحجم، ده بيحد لي من استخدام التقنيات الحديثه، وما فيش البرايفسي اللي هي ضمان خصوصيه البيانات اللي عندي ونشرها على الانترنت، بعض المزارعين مش متردده فيها في استخدام الزراعه الذكيه. طبعا احنا بنقول انترنت اوف ثينج، اللي بعديها بنقول دلوقتي انترنت اوف ايفريثينج، يعني من دلوقتي من 2030 2040 خلاص هنبتدي بقى ايه الارتفيشال انتليجنت. ارتفيشال انتليجنت بعد كده لا الاي
AI virtual intelligent لا ده كان ممكن بعد كده بتتكلم، ممكن بتحس لي بالحرارة، ممكن بتحس بالسميل، بتشوف، بتسمع، بتتكلم، يعني تقدم مذهل يمكن يوم بعد يوم. طبعا بستخدم الإدارة الحديثة للزراعة الذكية الزراعية، منها السلايد الجاي اللي هي بتتكلم لي عن الإريجيشن سيستم. اتفضل يا باشمهندس سعيد، ادي اللي هي الاريجيشن سيستم، ان بيبقى فيه سنسور واقدر اعملها. عشان نيجي للسمارت فارم، المزارع الذكيه، يبقى انا عندي سوفت وير ابلكيشنز، وعندي هارد وير اند سوفت وير سيستمز، وعندي داتا اناليسز سوليوشنز، وعندي سنسنج تكنولوجيز، وعندي سنسومه بقدر احصل منها على سمارت فارمنج بكافه الجاي. يعني بيقول لي كل السيستم دوت اقدر اعمله لك على بروجرام في الموبايل، تقدر ان انت وانت في بيتك بتتتبع كل اللي بيجرى في مزرعتك في اي مكان في العالم. الصوره اللي جايه بتوضح لي زياره وفد صيني لمزرعه المركز القومي للبحوث في مصر. دي كان تاريخ 2013، ده كان يوم ترقيتي للدكتور. الصورة اللي بعديها في أحد المزارع العضوية اللي بتصدر لهونج كونج، ودي الصين. بختم كلامي على إزاي حاجات بسيطة بتبقى رؤية مستقبلية لابد تكون عندنا، يعني الكثافة من المحاصيل اللي زي البطاطا يعني، وبيستخدم منها النشا والستارش. كان زمان جدا بيعملوا كده، وآدي الصور اللي جاية بتوضح لي، آدي الستارش دوت كانوا بيستخدموه، قصدي الكثافه، بيسموه عمل الستارش وعمل الدقيق. دلوقتي يستخدموا الكثافه وبيزرعوها في العديد من الدول غير الصين، كمان في فيتنام والدول المجاوره، عشان يعملوا الباي فول في الجنوب الصيني. يعني عندهم يعني فيجن للمستقبل، لا مش كغذاء بس، لا ده ممكن اعمل باي فول ما ياثرليش على البيئه، بل بيساعدني ايضا على المنظومه البيئيه سواء الزراعيه او البيئه بصفه عامه. وده كانت المصانع والمنتجات بتاعت المصانع اللي بتقوم بتحويل البايو فيول او البايو ايثانول في الصين. الملخص عندي ان بقول عندنا تغيرات مناخيه، وعندنا تحديات كبيره جدا، تحديات محدوديه الموارد المائيه واللي بتقل لي سنه عن سنه، لان الموارد المائيه ثابته وزياده السكانيه كبيره، فدخلنا فقر مائي من سنين طويله على فكره. ويمكن الازمه الحاليه خلت عندنا وعي، والشعب عنده ان احنا يعني مهما قلنا ان احنا دخلنا الفقر المائي، احنا من فتره كبيره، لان زياده السكانيه احنا كنا اكثر من 1000 لما كنا حوالي 15 20 مليون، قعدنا نزيد نزيد وهي 55.5 مليار بحس مياه النيل، لما بقينا 100 مليون اقسم ده على ده بقينا حوالي 500 600 وشويه، يعني باقصى تقدير. طبعا الارقام يعني تختلف من جهه اخرى، لكن احنا فقراء مائيا من غير اي حاجه، فلابد ان احنا نعمل استدامه للموارد المائيه. التحديات كثيره عشان نحصل على زراعه بيئيه مستدامه، لابد ان احنا نطبق كل ابروتش زي زراعه ذكيه بيئيا او مناخيا، او كل ممارسات زي اصدقاء الارض، زي ممارسات زراعيه جيده، زي الزراعه العضويه، عشان في النهايه نحصل على محصول كافي، محاصيل زراعيه كافيه، ومحاصيل زراعيه امنه لزراعه بيئيه مستدامه. شكرا جزيلا لحضراتكم لحسن الاستماع، واعتذر الاطاله، ولو كانت موضوعات كثيره، بس انا قلت في الاول ان انا بتكلم اوفر فيو مش في نقطه معينه، لكن انا هدفي ان احنا نتكلم مع بعض، او كل واحد في مجاله يساهم في خلق منظومه نحو بيئه زراعيه مستدامه. وشكرا جزيلا لحضراتكم جميعا. شكرا يا باشمهندس سعيد، تعبت حضرتك معايا، وشكرا لاستضافه شركه. شكرا لجميع الساده، احنا اللي تعبنا حضرتك. لا ابدا يا فندم، شكرا يعني. ربنا يبارك لحضرتك يعني ان شاء الله. الله يكرمك. هو الحقيقه ان في مجموعه كثيره حوالي اكثر من 25 واحد ما قدروش يخشوا، هنحاول ندخل على قد ما نقدر يعني. شكرا للدكتور، استاذنا الدكتور زكريا فؤاد فوزي، على الندوه الرائعه الحقيقه والملمه عن الزراعه العضويه والزراعه الحركه للقطاع. ارجو نكتب عن موضوع يا جماعه، مش فايده.
نزل الرابط دلوقتي ويعني ونقفله اثناء اثناء المحادثات. رابط التسجيل نازل، ونزلت يا استاذ حمزه، نزلت الرابط بتاع الجروب، بتاع الجروب على الواتس. نزل يا فندم. شكرا. في واحد مشغل الماتش مش عارف هاي هو بيسمعنا الماتش ولا ايه. ماشي. احنا طبعا نأسف يعني الجماعه اللي ما دخلوش. الحقيقه كان في مجموعه كتير بيقولوا لي كبر الصوت وكبر الصوره وكبر. الدكتور الحقيقه كان بيتكلم الصوت من الموبايل فالصوت كان محدود، ما كانش نقدر نعمل حاجه من كده، وانا ما كانش اقدر اكبر الصوره عن كده لاني ببص على الشات وابص على الدخول وابص على الخروج، فكان لازم ادي مساحه لكل حاجه في الشاشه يعني. ارجو الرابط موجود دلوقتي بتاع الشهادات والرابط بتاع جروب الواتس اللي هينزل عليه الشهادات، والشهادات زي ما قلنا هتنزل بعد تقريبا يومين ثلاثة كده. استاذ حمزه اول ما بخلصها ببعتها هندسه ان شاء الله. ان شاء الله حضرتك نزلت له الجروب بتاع الشهادات نفسه. اللينك بتاع الشهادات، اي حد عنده اي اسئله اللينك بتاع الشهادات نزل. ماشي. اصلا الحقيقه انا كنت بشاير للدكتور فما ما شفتش ايه اللي نزل يعني. لسه بعته حالا من 5 دقايق بالظبط. طيب تمام. ارجو كل وقت يدخل على الرابط بتاع الشهادات، بس ما بيديش حق في الشهاده. الشهادات بتتكتب من الرابط، من بيانات الرابط. الرابط بيكتب فيها اسمك وتليفونك والايميل بتاعك، بيكتب تلقائي من الرابط. اللي مكتوبه في الحضور ديت هنا ما حدش بيبص لها يعني الحقيقه. لو اي حد عنده اي سؤال لاستاذنا الدكتور زكريا. انا شايف في استاذه ناديه سامي، اتفضلي يا دكتوره ناديه. الدكتورة نادية رفع ايديها. حضرتك معانا دكتورة نادية؟ دكتورة نادية سامي. طيب اي حد عنده سؤال تاني؟ انا فتحت الصوت يا جماعة للجميع اللي عايز يتكلم يعني. واضح ان الجرعه كانت دسمه. كانت دسمه. ما هو لا اما everything is clear لا اما يعني، بس هنخليها كده ان شاء الله. لا اما هم بيتفرجوا على الماتش. يعني هو ماتش مين ومين؟ ماتش مين؟ مش عارف. ماشي. مين اللي معايا بقى اللي بيتكلم؟ لا لو غيري انا اللي بتكلم، انا المتحدث الرسمي باسم. مين معايا مش سامع؟ معلش. لا انا زكريا فؤاد اللي بكلم حضرتك. دكتور زكريا. يا ابني هم يعني عشان رفع ايده بس اللي هي استاذه ناديه سامي، بس ما بتقولش. بقول لحضرتك ندوه الحقيقه كانت جدا يعني. الله يكرمك. هم كاتبين الاهلي وانبي. طب طبعا يعني نحو كره مصريه مستدامه. ماشي. هو طبعا الندوه ان شاء الله هتنزل، هتتسجل على اليوتيوب وهننشرها ان شاء الله، يبقى فيها كل حاجه. واي حد عايز يسال الدكتور اذا ما كانش عايز يساله دلوقتي ممكن يبعت لنا او على اي جروب، واحنا الدكتور فؤاد معانا على طول دايما ان شاء الله. اتشرف بحضرتك دكتور زكريا. شكرا دكتور زكريا وشكرا جزيلا على الندوه ديت. والحقيقه مش عارف اقول لك ايه يعني. ندوه دسمه ومحتاجه مراجعه مره واثنين وثلاثه يعني. شكرا جدا يا فندم.
حضراتكم كلكم. ونتمنى برضو ايه يكون معانا دايما على طول ان شاء الله باذن الله. يشرفني وسعيد. في حد تاني بيسال بيقول ممكن رابط التسجيل ورابط الشهاده، رابط الواتس لسه ما نزلش، فاحنا مش هنقدر نقفل الا لما ينزل ايه رابط التسجيل ورابط معلش يا استاذ حمزه نزلهم تاني رابط او انا هنزله حضرتك نزلهم بس الرابط بتاع ال اسمه حضرتك. بشكر دكتورة رباب بتقول لي يعني وفيت دكتور زكريا وشكرا لحضرتك وللجميع. شكرا شكرا لجميع السادة الحضور. يعني انا نزلت الرابط بتاع التسجيل للشهادة ولسه استاذ حمزة هينزل الرابط بتاع جروب الشهادات نفسه على الواتس. واضح ان في مجموعه يعني الحمد لله سجلوا وخرجوا يعني فدوا فرصه للمجموعه اللي بره يعني. لان كان عندي حوالي 25 واحد بره مش عارف ادخلهم. طبعا خيار استاذ حمزه كمان نزل رابط الشهادات اهو. ده اللي هينزل عليه الشهادات ان شاء الله. اللي سجل في رابط الشهادات اللي سجل في الرابط هيدخل بعد يومين ثلاثه يلاقي يلاقي الشهادات تكون ان شاء الله في جروب الواتس. حد كده يا جماعه ما سجلش اجيب ملح بعد له؟ لا انا خليت يلا شغلنا مولان ولا شيء غير شيء يا جماعه. اللي بيكلم اللي مش بيكلمنا احنا يقفل الصوت عنده. الاستاذه الفاضله الدكتوره اللي بتتكلم بيتكلم حد تقفل الصوت عندها. خلاص كده ما فيش اي اسئله للدكتور زكريا؟ ما فيش حد عايز يسال؟ انا شايف حد كاتب حاجه هو كاتبين بس استنى دكتور زكريا. احنا احب ما يكون تطوير منظورنا تجاه هو الحقيقه الناس في معلقه يعني. وانا هبعت لك يا دكتور التعليقات دي كلها هبعتها لك ان شاء الله. تمام انا مع دكتور احمد طبعا ان احنا يعني ليست رفاهيه بل يعني عايزين فعلا تحقيق تطوير منظومه زراعيه مستدامه علشان تحقق يعني بيئه زراعيه لان ده امن قومي. الامن الزراعي طبعا في اي دوله هو امن قومي فاحنا محتاجين فعلا احنا سرنا وبنقطع شوط كبير بس عايزين نتكاتف كلنا عشان نحقق الاهداف ان شاء الله. شكرا دكتور زكريا. الحقيقه في بعض قالوا ان احنا داخلين من الموبايل ومش عارفين ندخل على الرابط ودي طبعا دي يعني مشكله مش في ايدينا لان الاسامي فعلا بتتسجل من الرابط فاللي ما عرفش يخش على الرابط فعلا مش هينفع يكون ليه شهاده. عشان كده انا بنصح دايما اللي عايز يخش يخش من اللاب ما يدخلش من الموبايل. اللي يدخل موبايل هيسمع ويتكلم انما مش هيقدر يسجل من موبايل الشهاده. اللي داخل من رابط من التليفون اللي يحضر الندوه يحضرها من اللاب يقدر يتحكم بالصوت يتحكم كل واحد بيقول الصوت ضعيف والصوت ما بيبقاش عارف يفتح عنده. بس ما فيش نزلتها. يبقى النمر يدخل ما يقدر. جميعا اظن كده الكل يسجل. شكرا جزيلا لكم جميعا وعشان شكرا دكتور زكريا. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. العفو باشمهندس سعيد وشكرا لحضرتك ولجميع الساده الحضور وجميع الساده المنصين. شاكر جدا للشركه. دكتور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. Thank you.